بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حدثنا إن شاء الله بإذن الله عن الفايل أبلود بوتونز. ده الكومبوننت اللي إن شاء الله بإذن الله تقريبا راح نختم به السيريز بتاعة الفورمز. الفايل أبلود الزرار لما بنضغط عليه بيسمح لنا بإن إحنا نعمل أبلود للفايلز بتاعي. الإنبوت العادي يا جماعة إنبوت طيب يساوي فايل. هو في الاول كده مقام انا بنعتذر جدا على السيريز اللي فات كله، انا اصلا ما كنتش مدرج اللي هو اسمه فورم، يعني انا اعتبرته ضمنيا ان هو بيكون مدرج يعني، بس هو المفروض اكشوالي انت قبل ما تحط الروب بتاعك تكون مدرج ادرجت اللي هو اسمه فورم يا جماعه، يعني علشان نعرف ان الكلام موجود جوه دايره الفورم، او مثلا ممكن تحط الفورم تحت الرو بتاعك على حسب الشاكله اللي انت بتختارها يعني. رايت اوكي، انا عملت فورم ورحت ادرجت جوه منه رو، فاهمني يا جماعه؟ ديت القصة. فأنا بنعتذر برضو على الحلقات اللي فاتت كلها إني كنت بحاول أشرح التولز، بس غابت عني الفكرة الأساسية إني أدرج الوسم فورم. المسألة مش قصة غابت، المفروض يعني إنها تكون موجودة عند الناس. أنا بحاول أمثل بطريقة استخدام الأداة أو أرجع عنها بشكل سريع. طيب انا لو قلت بالفايل ادي ريلود يا جماعه، الادي الفايل ابلود بتاعي بيخليني اعمل تشوزنج لملف او اكتر ويبتدي هو يرفعهم يعني. طيب رايت اوكي تمام. فين ايه القصه؟ عايز ينستايله، ماشي عايز تستايله الكلاس بتاع الستايلات يا جماعه اسمه بوتون. لو انا عملت كلاس بيساوي ورحت اديته بوتون، عملت كنترول اس وعملت ريفرش، هلاقي ان الشكل ده ظهر لي، ظهر معايا يا جماعه. طيب هو فور سكيورتي ريزونز بيقولوا لاسباب امنيه البراوزرز ما بتديلكاش الابيليتي ان انت تمنتج على على الانبوت فايل، على الفايل الانبوت اللي من نوع فايل، علشان كده بتضطر تعمل تريكي، بتعمل حيله. ايه التريكايه اللي احنا هنعملها يا جماعه؟ هنروح نستايل الليبل على ان هو انبوت فايل. مش فاهم. طيب اوكي طب انا في الاول عايز ادرج ليبل، جميل اوكي خلي لي الكلاس ده تفضي. انا بقول ان الكلاس البوتون هو اللي بيديني، زي ما هنعرف كمان شويه في البوتونز، هو اللي بيديني شويه الاستايلات الخاصه بالبوتون، متفقين تمام. وضيت عباره عن زرار بيسمح لي بان انا ارفع اعمل ابلود، فلما ضفت الكلاس بتاع الزراير الشكل بيجي بالشكل ده، وده مش مطلوب. فانا هفضل الكلاس ده دلوقتي واقول لك اني انا عايز اضيف ليبل. رايت تمام اوكي انا ضيفت ليبل، هعمل كنترول اس. الليبل ده يا جماعه هو اللي هياخد الكلاس بتاع البوتون، متفقين؟ ادي الكلاس يساوي هديله الكلاس بوتون. يعني هو اللي هياخد الستايلز، جميل خالص. نروح كده ونشوف اللي عملناه، ادي ده الافتراضي وده الكلاس بتاعنا، هو واخد الستايل بس ما فيهوش حاجه. رايت ممتاز وجميل جدا. بعد ما اديت له الكلاس بوتون المفروض اني اعمل ايه يا جماعه؟ المفروض اني اربط ما بين الليبل ده وما بين الانبوت ده، جميل جدا. وطالما هربط ما بين الليبل والانبوت يبقى انا المفروض اني استخدم اكزاكتلي فور. هحط فور واعمل يساوي وما بين دبل كوتيشنز، ابتدي اكتب مثلا فايل اوكي. وطالما انا ربطت في الليبل يا جماعه بفور المفروض تحت هنا استخدم اكزاكت يا جماعه، استخدم اي دي. اي دي بيساوي ونفس القيمه طبعا اللي انا كنت كاتبها فوق في فايل، متفقين؟ ادي كنترول سي. انا اظن القصه دي بقت سهله عليا، طالما انا استخدمت ليبل فور، فور مين؟ فور اي دي. الاي دي ده بتاع مين؟ الاثنين دول مربوطين ببعض. لو انا عملت كنترول اس ورحت هنا عملت ريفريش الاقي اني لما بضغط هنا يجيب لي الابلودر بتاعي، لكن لسه لا زال الستايلز بتاعتي موجوده. نقطه اوكي نرجع للكود مره ثانيه. الليبل مش مكتوب عليه حاجه، خلاص اوكي نكتب عليه احنا حاجه، عايزين نكتب عليه مثلا ابلود فايلز. ديت بسيط، ادي كنترول اس وريفرش كده الليبلز بيجي مكتوب عليه ابلود فايل، ولو انا ضغطت هنا هيجيب لي الابلودر، ولو ضغطت هنا لا زال قديم زي ما هو بيحافظ على ثباته ومكانه. اوكي انا كده ربطنا بين الاثنين. اكشلي ناقصني حاجه، ناقصني اني احاول اخفي الانبوت اللي من تحت ده، لكنه اخفيه معناها مش اني احذفه من الوجود، لكن انا بحاول اوقف عرضه.
الامور ديت من الكلاسس الجميله خالص الخاصه بالفيزابيلتي كلاس، هنتكلم عنها ان شاء الله باذن الله بالتفصيل او بنوع من انواع التفصيل في السيشن في السيريز اللي جاي. انا هستخدم كلاس جميل خالص اسمه شو داش فور داش سكرين ريدرز. ده واحده من ضمن الكلاسز الخاصه بالاكسسبيلتي وهيجي الحديث عنها. ده يا جماعه بيعمل لي ماسك على الانبوت اللي فوق، يعني لو عملت كنترول اس وعملت ريفرش مش هلاقي اللي تحت موجود، هلاقيه مختفي وهلاقي ان اللي انا كنت عامله هو اللي شغال معايا. تمام، انا ما وقفتش ظهوره بس حجمت ظهوره على نقط معينه. ده بخصوص الجانب اللي هو كان خاص بالانبوت او الفايل ابلود بوتونز. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.